هذا هو. طبعا هنا ايش طالب منك؟ هذه طبعا فلسفة الرجال. السؤال ده اصلا موجود في الكتاب، خد الداتا وطبعا ايه طالب منك ايه؟ according to the journal chemistry and chemical engineering an important property of the fiber is water moderation absorbency. A random sample of 20 pieces of cotton fiber worked to taken was taken was taken and ايش absorbing each moderation. المهم انت عندك داتا بتمثل اللي هي الالياف اللي دخلت في صناعه في الماده الكيميائيه والحاجات دي. الارقام قدامك 20 حبه. ال 20 حبه وش مطلوب منك؟ مطلوب منك تجاوب او تحسب عليهم فقرات. لو افتح لكم الواجب الاصلي شوف السؤال او الفقرات اللي طالبها. فينك يا بوسي يا بوسي فينك؟ دكتور اللي عندي الواجب غير مو هذا، بس هذا كويس شكله حله خلاص. واجب غير ايه يا سعد؟ كل الواجبات ظبطها. واجب ايش؟ يعطيك عي بس بحاول لك الحين بالواتساب. هذا حق فيديو. شوف هذا رسلت لك واتساب. هذا حق فيديو ولا حق ايش؟ هلا اي واحد اهم شيء يشمل الكل ويكون نفس الحكايه في الحاجات. ركز على السؤال الاول بس، هو ده اللي مطلوب منك تحسب ايش الشابتر 1. انت عندك الداتا دي مطلوب انك تحسب السامبل مين. السامبل مين يعني ايش؟ تجمع الارقام دي كامله وتقسم على الاعداد. طبعا انا في البدايه عشان اخلص واحط الجدول يشمل يغطي كل المطلوبات عملت الجدول اللي قدامكم ده اكس، رتبتهم الارقام اللي هي ترتب الارقام اللي موجوده قدامك دي بالترتيب. كتبتها بالترتيب 18.04 18.77 الين وصلت للاخر مره. اول خطوه ارتبها وما راح اجيب لك ارقام كبيره زي كده. اول خطوه رتب الداتا. اول خطوه ايش؟ رتب البيانات. حلو. بعدين اجمع الارقام كلها واقسم على العدد. طبعا ده سهلات المجموع عندك في الجدول اخر شيء اللي هو السمشن 415.39 على عددهم 20 اقسم. يبقى هذا هو المتوسط او السامبل مين. اكس بار، اكس بار يساوي سيجما اكس على ان. طيب السامبل ميديان يعني ايش؟ يعني القيمه اللي في النص. طب انت عندك 20 حبه بيانات، 20 على 2 كم يا عم الحاج؟ 10. ثاني 20 تقسيم 2 10 10 ماشي. وتروح حضرتك ليش 10 تاخذ القيمه رقم 10 ورقم 11 وتقسم على 2 تعمل افريج. الميديان اهوت القيمه رقم 10 ورقم 11 على 2. ليش؟ قلنا نص الان يعني هنا قاعدين اللي هو 10 وال10 حبيبي تاخذ القيمه ال10. هتقول لي عدهم ازاي؟ عد كده من البدايه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هتاخذ دي و11 20 50 20 72 وتجمعهم وتعمل افريج بينهم. هذا الميديان. المطلوب الثاني 10% تراي دكتور. نعم الحين يعني لو اعطاني رقم 5 كم اخذ؟ رقم 5 ازاي؟ خذ 3، خذ الطرف الثاني. كيف الحين قلت اخذنا 10 و11 ما اخذنا يعني رقم 1؟ يقصد اذا جاء اوت. حبيبي والله عندي محاضرات الحين شغال. هذا حق وش اللي انت قاعد تقوله ده؟ الواجب حق مين؟ الواجب لسه التسليم مش بكره يا ريس. ايوه يا عمي. ايوه يا سعد اللي كنت تسالني ولا عدنان ايش تبغون؟ انا اسالك الحين لو حط رقم مثلا الرقم مو ب 20 اكفى حط 25 كيف احسبها؟ طيب اوكي 25 على 2 كم؟ رد رد يا ولد. فيها 12 ونص. ايوه 12 ونص حضرتك تاخذ القيمه رقم 13. لما يطلع معاك كسر 10 لازم تعمل تقريب. تعالى كده نقول لو احنا عندنا في الميديان، بسم الله، لو في الميديان عايز تحسب لازم تعرف الترتيب. انت عندك عدد البيانات بنسميه ان. الميديان المفروض ان الاندكس حقه او الترتيب بتاعه نص الان او ان على 2 ماشي. نص الان عندك احتمالين
انه يطلع حاجه ونص زي ما انت قلت مثلا، يطلع فيه كسر او يطلع صحيح. اذا طلع فيه كسر تعمل راوند اب. راوند ايش؟ اب، اب مدون. يعني انت قلت 25 قبل شويه مثلا، 25 على 2 يطلع 12 ونص. اذا اخذ الوسيط رقم 13، اكس 13 هو الميديان المطلوب. خلاص يا عم؟ طيب ليش خليت رقمين انت قبل شوي في العشرين؟ ما خليت يعني؟ طول بالك يا تنح، ما تنحش. لو كان طلع عدد صحيح ناخذ الرقم واللي بعده. ناخذ ايش؟ ناخذ نفس الرقم واللي بعده. اه خلاص يعطيك العافية. يعني احنا كان عندنا 20، 20 على 2 اللي ان كانت بتساوي 20، 20 على 2 كم يا سعودي؟ ها؟ 10. يبقى تاخذ ناخذ الاكس رقم 10 والاكس رقم 11 وتعمل لهم افريج وتجمع وتقسم على 2، هذا المليون. خلاص يا عم؟ وكذلك الحال نفس الشيء لو احنا بنحسب الكوارتل كيو 1 وكيو 2 وكيو 3. كيو 1 اللي هو الربيع الاول، المفروض الربيع الاول ده قيمه تقسم البيانات تيجي في ربع البيانات الاولاني، هنا ربع وهنا ثلاث ارباع كده. وعندك نفس الشيء كيو 3 ربع البيانات فوق وثلاث ارباع تحت، كانك بتقسم البيانات. وكيو 2 اللي هو الميديا نفسه، اللي هو الايه؟ الميديا. المهم الكيو 1 هتقول ايه؟ اقول الاندكس حقه 4 ربع الان، ربع الان. وبرضه نفس الشيء لو طلع لك كسر خلاص تعمل راوند اب. لو طلع لك افرض مثلا عندك الان يساوي 25 وعايز اطلع الاندكس بتاع الكوارتل 1، اقول ربع ضرب 25 او 25 قسم 4 يساوي 6.25، 6 وربع. تعمل راوند اب تقول 7 على طول. تقول لي اصل ال 25 اصغر من نص يعني اقرب لل 6. لا، لو عندك 6.1 تقرب للي فوق. طيب راوند ايش؟ راوند اب. ماشي يا عم سعد. ولو طلع مثلا الاندكس عدد صحيح لو الكيو 3، كيو 3 هيبقى اي يساوي 3 على 4 ان. 3 على 4 يبقى كم؟ اللي هو اللهم صل على محمد يطلع 3 على 4 ضرب 25 مثلا، هيطلع عندك حاجه وفيها كسر برضه لازم راوند اب، اللي هي يجيك 3 في 6 ب 18، 19، 19.25 ولا لا 18.75، 18.75 تعمل راوند اب بتقول 19 على طول. يعني لو طلعت كسر راوند اب، لو طلع عدد صحيح تاخذ الرقم اللي بعده وتعمل له افريج. نتابع، نرجع تاني هنا. بالنسبه للمتوسط المحذوف اللي يحذف فيه الاطراف، اللي يحذف فيه الاوتلايرز، لما يقول لك 10% 20% تراي ميد مين، هذه معناها انك تحذف الداتا. تحذف ايش؟ 10% من الداتا من فوق ومن تحت. يعني تقول لي كده 10% يعني 10 على 100 مضروب في عدد البيانات، يصير عندك هنا الصفرين يروحون يحذف في 2. يبقى انت البيانات اللي هي 20 حبه تيجي في الاخرها مع الترتيب، تحذف اول 2 تعمل لهم ديليت، واخر 2 تعمل لهم ديليت، وتبدا تعيد الحسبه من جديد. يصير عندك 16 رقم تشتغل عليهم، تاخذ المجموع وتقسم على 16. هذا اللي ترمد بينا. شوف انا مأشر في الجدول، نحذف اخر 2 ونحذف اول 2 اللي انا كاتب عليهم حذف دول. نحذف اول 2 واخر 2 ويبقى نجمع 16 قيمه على مجموع عددهم، وهذا هو الايه؟ الحساب. ده بالنسبه اللي هو المصطلح اللي اسمه ايه؟ اكس ترايمد، ويحط لك برسنت ترايمد 20، ترايمد 10، ترايمد 15، ترايمد 5%، اي برسنت يحطه لك. يعني يقول لك هذا الفايده منه ان احنا بنحذف القيم المتطرفه عشان يطلع ارقام متجانسه او متقاربه مع بعضها. استاذ طلاب كرام، الحين اللي حلوا الواجب نفس الحين كل نفس الارقام؟ لا يا حبيبي لا، ولا جدول كامل. الاولاني ده الرقم الاولاني حط ان 1 ان 2 ايه، وقال لك خد ان 1 والان 2 اللي هو اول رقمين في الاي دي حقك. يبقى هيجي عنده 18.71 يحط هنا 18 ها ومعاها رقم معين. هيتغير من عبد الله لمحمد لحسين لكل، هيتغير الاي دي. عشان كده كل واحد لازم يحل بنفسه. هو الخطوات اه والجدول اه، بس تحسب لحالك وتعمل كل شيء لحالك، ما تنقل الجدول جاهز من ابو اسماعيل ولا من غيره. وصلت؟ يلا حبايب. بالنسبه للاوتلاير للكيو 1 والكيو 2
ربع البيانات ربع في 20 يبقى 5 برضو عدد صحيح يا سعد انت والشباب ناخذ القيمه رقم 5 و6 ونجمع ونقسم على 2 بالنسبه للميديان نفسه حسبته قبل شويه بالنسبه للكيو 3 الكيو 3 يضرب 3 ارباع في الان 3 ارباع في 20 15 يبقى ناخذ القيمه رقم 15 و16 هي لازم اخذ قيمتين حتى لو طلع لي عدد صحيح احلف يا عم ثاني احلف لو طلع لك في الاندكس عدد صحيح تاخذ القيمه واللي بعدها الاندكس طلع عدد صحيح او كسر كسر تقرب لاعلى ويبقى حبه واحده تقرب لايش لاعلى لو طلع صحيح تاخذ قيمتين اكس رقم كده واللي بعدها وتعمل لهم افريج كده وتقسم على اثنين هنا تاخذ قيمه واحده اللي هي التقريب اقول ثاني عدنان تمام اذا طلع صحيح اخذ العدد واللي بعده واذا ما طلع صحيح واللي بعده رقم 5 و6 رقم 7 و8 مثلا رقم 11 و12 مثلا لكن لو طلع الاندكس بتاعي مثلا 3.5 او 3.1 اخذ القيمه رقم 4 بس لو طلع الاندكس مثلا 4.6 اخذ القيمه رقم 5 تاخذ قيمه واحده فقط لك ماشي يا عمي ماشي يا عمي بالنسبه للكيو خلاص الكيو 1 والكيو 3 والكيو الكلام ده اللي هي ربع البيانات دكتور لازم الترتيب هنا نعم يا حبيبي الكيو 10 الكيو 2 ايش حطيت نفسه طلع الميديان يا سعد نفس الميديان خلاص نفس الميديان شوف الرسمه دي للتوضيح هنا كيو 1 يجي ايه في وسط البيانات ربع البيانات تحت 3 ارباع فوق الكيو 2 هو نفسه الميديان نفسه ايش نفسه الوسيط ما يحتاج تحسبه ثاني عشان كده انا حطيته على طول الكيو 3 هو اللي الربيع الثالث اسمه الربيع الربيع ربع الربيع الاول الربيع الثاني الربيع الثالث الربيع الثاني هو نفسه الوسيط الميديان في عندك قانون اللي هو اسمه انتر كوارتر رينج انتر كوارتر رينج انتر كوارتر رينج اي كيو ار اختصار عباره عن الكيو الثالث ناقص الكيو الاول الفرق بين الربيع الاول والربيع الثاني وتطرح الربيع الثالث وتطرح هذا اسمه المدى الربيعي بالعربي انتر كوارتر رينج المدى الربيعي يعني الفرق بين الربيعين الاول والثالث اللور باوند والابر باوند هذا قانون Q1 ماينس 1.5 Q3 ناقص Q1 هذا قانون ثابت هذا اللور باوند مع الـ Q1 يبقى ناقص 1.5 في Q3 ناقص Q1 التعويض في القانون وتحسب حضرتك الأبر باوند العكس Q3 زائد 1.5 في نفس الشكل هذا هو الفرق بين هنا وزائد هنا وهنا زائد Q3 زائد Q1 ناقص يبقى ده الحد الأعلى والحد الأسفل اللي قلنا من زمان نرسم منهم الصندوق والشنب إذا طلب بس هو ما طلبهمش هنا معناه أنه مش مركز عليها أو كده يعني الماكسيموم اللي هي القيمة اللي فوق الحد الأعلى الحد الأعلى كان كم؟ 25.28 تعال كده نشوف إيش اللي بعده 25.28 اللي فوق اللور باوند أبر باوند واللور باوند ارجع للجدول كده أعلى قيمة في الجدول كم؟ 23.71 خلاص يبقى انت هنا شغال على 23.71 تحط الماكسيمم اللي هي اعلى قيمه واصغر قيمه الماكسيمم الرينج يساوي الماكسيمم ناقص المينيمم اعلى قيمه ناقص اصغر قيمه الفارينس بقى ده موضوع تاني ايش الفارينس عشان كده ان الفارينس عملت الجدول الاساسي ده كله من الاول الجدول ده كله معمول عشان الفارينس بس مش عشان حاجه تانية ايش قانون الفارينس؟ قانون الفارينس يقول ايش؟ لو انت عندك مجموعه من الداتا هحط مجموعه صغيره لو قلت 5 و7 و8 و6 و4 وقلت لك يا ولد احسب الفارينس والستاندرد ديفيشن ارقام صغيره عشان اوصل لكم الفكره وخلاص طيب ايش بتسوي؟ اول شيء نحسب الاكس بار حط القيم هنا ما يلزم الترتيب حطها في جدول لتنظيم الحسابات اكس اللي هي 5 و7 و8 و6 و4 عيش حياتك كده مجموعهم كم؟ 10 18 25 30 ده المجموع يبقى اول خطوه تحسبها محترم تحسب الاكس بار اللي هو الوسيط عفوا الوسط الحساب المين فنقول الاكس بار هيساوي سيجما اكس على عددها يبقى سيجما اكس اللي هم 30 عددهم 5 حبات يبقى الحساب 6 اوكي نروح نعمل عمود ثاني اللي فيه x ناقص x بار كده وبعدين عمود ثالث وخلصنا يبقى اخر الجدول
اكس ناقص اكس بار، اكس ناقص اكس بار الكل ترميم. اكس ناقص اكس بار يعني ايه؟ الاكس بار بيساوي 6، تقول القيم كلها ناقص 6، 5 ناقص 6 سالب 1، 7 ناقص 6 1، 8 ناقص 6 2، 6 ناقص 6 0، 4 ناقص 6 سالب 2. ربع، تربيع الواحد 1، تربيع الواحد 1، تربيع الاثنين 4، تربيع الزيرو 0، تربيع الاثنين 4. احسب يا ولد، صاروا 10 المجموع. خلاص. الفاريانس رمزه اس تربيع. هذا اسمه ايش؟ الفاريانس التباين. رمزه اس تربيع، وش القانون حقه؟ يقول سيجما اكس ناقص اكس بار وعليها تربيع على ان ناقص 1. المجموع طلع 10 اللي هو اخر شيء في الجدول، عشان كده عملت الجدول ده كله. 10 تقسيم اللي هي 5 ناقص 1 يبقى 10 على 4 يبقى 2.5. يبقى حضرتك الستاندرد ديفيجن، ستاندرد ديفيجن عباره عن وشو؟ الجذر للاس تربيع، شيل التربيع يعني، يعني جذر ده رمزه اس. جذر 2.5 وتحسب الحسابه جذر 2.5 وسلامتك. كده ايه؟ مثال قصير على الايش؟ على المجموعه كلها اللي هي السامبل والكلام ده، الستاندرد ديفيجن والحاجات الثانيه دي. كده السؤال الأول خلص، اللي هو شامل إيه؟ شامل الباب الأول كله، كله كامل. في شيء واحد بس اللي هو كان موجود في الواجب اللي فات وحذف الرجال، هذا السؤال أنا حاطه لكم، هذا سؤال خرام يا شباب. مش كاتب هنا أهو، شايف 18 فاصلة إيش؟ N1 N2، 21 فاصلة N1 N2 و N1 N2، وإيش جاي لك؟ Where the N1 is the last digit and N2 is the second digit, second last digit in your ID. يعني تاخد آخر رقمين من عند حضرتك وبس، وتعيد الحسبه. حاطط لك في كم رقم؟ في ثلاث ارقام، وبرضه في سؤال المجموعات تحت حاطط نفس الشيء. هاي ماينس ان 1 ماينس ان 1 هو نفس السؤال ونفس الارقام ونفس اللي في الكتاب، بس غير، حط كده الاي دي حقك عشان يتغير الحل من شخص لاخر اللي هو. ارسم لكم الصندوق والشنب لو حد طلبه، بوكس ولوسكا. ارسل رسائل، يجي في الاختبارات دائما دكتور. معلومه تعرفها خلاص، لان هو بيستند على المعلومات اللي طلعناها وخلاص. اذا ما يجي في الاختبار لا تعلمنا يعني. والله عاد بكيفك، في ودنك يا سعد. انت عشان ترسم الصندوق عشان لازم يبقى عندك ايش؟ الكيو 1 والكيو 2 والكيو 3 والابر باوند واللور باوند، كل الحاجات دي تبقى محفوظه. الابر كيو 1 على حسبناه زي ما كان، وده حسبناه زي ما كان، وده حسبناه زي ما كان. والابر باوند اللي هو القانون بتاعه اللي هو الابر كيو 3 زائد اللي هو 1.5 مضروب في كيو 2 كيو 3 ناقص كيو 1، واللور باوند اللي هو كيو 1 ماينس اللي هو 1.5 برضه نفس الشيء، 1.5 مضروب في كيو 3 ناقص كيو 1. هذا قانون ثابت. انت بقى القيم دي محسوبه في السؤال، بترسم خط اعداد حضرتك وتيجي نعدل ايه؟ حاول تحدد كيو 1 وبعدين كيو 3. هذا كده نرسم عندها كده الصندوق البوكس، حط خط اعداد وحدد النقاط اللي تحت، هذا البوكس. تيجي داخلهم هتلاقي هنا دايما في اي مكان اللي هو الكيو 2 على حسب ما يجي، يجي في نص الصندوق، يجي في جنب، في شمال، في يمين، ما تفرقش. يبقى هنا اخرك من هنا كيو 1، اخرك من هنا كيو 3، اللي داخل الصندوق اللي هو كيو 2. الابر باوند هتعمل خط كده لين توصل الابر، حط على خط الاعداد، وخط تحت لما توصل ايش؟ اللور. كده يبقى ده اللي هو بنسميه الايه؟ الشنب والديل، بوكس اند ويسكر. كده الرسم بتاعه، هذه الارقام اللي حليناها اللي موجوده في السؤال. انت ما راح تجيب شيء جديد، بس الداتا اللي انت طلعها في الحل هتوظفها في الرسم.
لو يجيك أرقام فوق الشنب من هنا كده بنسميها، وأرقام تحت هنا بنسميها إيش؟ Outliers. Outliers اللي هي الأرقام المتطرفة اللي جاية في الأطراف، اللي فوق الأبر باوند واللي تحت اللور باوند، نقولوا عليها نقولوا عليها Outliers أو الأرقام أو الأشياء المتطرفة. يعني إذا طلب مني الأوتلايرز أجيب إيه؟ طلب منك الأوتلايرز حتكون فوق الأبر باوند، أكبر من الأبر باوند. أجيب الأبر باوند واللور باوند، فوق وتحت. عشان أعرف إيه؟ يعني لو طلب منك الأوتلايرز في السؤال، بس ما راح يطلبها إلا إن كان يخليك تحسب إيش، أو إنه يطلبها شكل مخنس وأنت إيه تروح لازم تمر وتحسب كله. يعني لو قال لك أوتلايرز الله يعينك، لازم هنا وموجودة في سؤال بيجو، الواجب بيجو طالب الأوتلايرز. في السؤال الأول حق بيجو طالب الأوتلايرز، خليني أوريكم إياه. وطبعا طالبها ومش طالب الطلبات بالترتيب، مش حاطط الطلبات بالترتيب، وماشي كده يتفسح وخلاص، ما حط بالترتيب. اقرا كده شوف، حاطط لك 20 رقم 50 رقم، استهبل بيجو ده، حط رقم كتير شوف قد ايه كم رقم. طبعا لازم ترتبهم اول شيء. وفي الكويز ما راح اجيب لكم اسئله طويله زي ده، اسئله الكويز قصيره يعني، سؤال سؤال وحل على طول ان شاء الله، اسئله قصيره. شوف طالب منك قال لك ما تستخدمش الاس بي اس اس، ما تستخدم البرنامج، ورجع قال لك ايه شو الستيبس if necessary use the SPS to verify your answer، عشان تتأكد من إجابتك إن هي بس، لأنك أنت تقدر تطلع منه المجاميع، تقدر تطلع منه الحلول كلها، بس هو عايزك تكتب خطوات يعني. المهم أول شيء تعمل ترتيب للبيانات، sort data، رتبت البيانات، وهذا بنفس الخطوات اللي المين الميديان الرينج الأوتلايرز. شوف حط لك أوتلايرز، أوتلايرز ما تقدر تجيبها لما تحسب إيش الكيو مين، خلاص مجموع القيم عددها اللي هو الاكس بار، الميديان اخذ نص الارقام، انت عندك 50% من البيانات، البيانات 60 حبه يعني 30، يعني القيمه رقم 30، فين القيمه رقم 30؟ عد بقى دي كده لما توصل ال 30 اللي هي 7، هذه شوف السبعات هنا ما ادري لا عوضت ب 50 على 100. نعم يا حبيب، لا عوضت ب 50 على 100، نص الوسيط في النص، بلاش 50 على 100 قول الثاني 25% الربع، انا اكتب 25% اكتب 50% ما تفرق معك، تقدر تكتب نص وثلاث ارباع عادي يا حبيبي، نص وربع وثلاث ارباع يمشي الحال. زين تمام تمام إيه، انت بقى ما تقدرش تطلع الاوت لايرز الا لما ايش، لما تطلع اللي هو اللهم صل على محمد الابر باوند واللور باوند. شوف انا ماشي بالترتيب، طلعت الكيو 1 طلعت الكيو 3 وحسبتهم كلهم، وحسبت اللي هو الرينج الاصغر قيمه ناقص اكبر قيمه، وطالب الدوت بلوت، الدوت بلوت اللي هو ترسم خط الاعداد وعليها ايه ترسم النقاط، الزيرو مكرر كم مره، تحط ثلاث نقاط فوق بعض، اربع نقاط على حسب التكرارات دي، معناها العدد مكرر كم نقطة، بص الأرقام فوق مكررة، شايف الزيرو ثلاث مرات، الاثنين مرتين، الخمسة ثلاث مرات، السبعة أربع مرات، التكرار ده التكرار ده أنت خلاص بتحط نقاط على خط الأعداد. ماشي يا حبايب، في النهاية بقى تروح تجيب لي إيش الأوتلايرز، فور أوتلايرز. تعال بقى نطلع اللور باوند والابر باوند. اللور باوند القانون كيو 1 ماينس 1.5 مضروب في كيو 3، واللور باوند والابر باوند حسبته. تيجي بقى تشوف الارقام اللي فوق الاول الابر باوند واللور باوند، الماكسيموم مينيموم، الماكسيموم اللي هي المينيموم اصغر شيء زيرو، والماكسيموم فاليو اللي هي اكبر شيء في الارقام 48 بعد الترتيب. كده يا حبيبنا تعال بقى شوف هنا اللور باوند سالب 29.5، يعني واحنا عندنا اصغر قيمه صفر، اذا ما فيش اوتلاير تحت. طيب الابر باوند والماكسيمم، الماكسيمم 48 والابر باوند كم؟ 70، يبقى اذا there is no value below السالب 29.5 and above 70.5، يعني يا حبيبنا ما فيش اوتلايرز.
ايش يعني في شرط لا يرسخ؟ خلاص لانه طلعت الحد الاعلى والحد الاسفل ما حصلت فوقهم ولا بعدهم. ليه؟ لان اصغر شيء في الداتا 0 و48. ارجع للداتا كده، اصغر شيء 0 واكبر شيء كم؟ 48. حين لما حسبنا الحد الاعلى والحد الاسفل طلع لك سالب 29، هذا تحت الزيرو مسافات، والثاني 70 هذا فوق ال 48 المسافات، يعني نو اوتلايرز. بس ما اقدر اقول نو اوتلايرز الا لما احل، لانه قد يكون موجود. وضحت يا شباب؟ ثواني بس اشوف حد على الباب وجاي لكم ثاني. لا،